أبو الغيط في لبنان شارحا موقف الجامعة العربية. لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في إلحاق الضرر بلبنان. بري شاكرا ومعتذرا. حزب الله يفتح ملف العلاقات السعودية الإسرائيلية. إن أطنان القرارات من الجامعة العربية لا تستطيع أن تغير مثقال ذرة من مواقف المقاومة. وموغابي ينصاع للجيش ويقبل التنحي. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد. إنه قرار وليس بيانا ختاميا، هكذا أعلنها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بيروت قبيل لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي واجه زائره بالتأكيد أن لبنان لن يقبل بالإيحاءات أن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، وأن لبنان غير مسؤول عن الصراعات العربية. وأبو الغيط استكمل جولته إلى مقر الرئاسة الثانية على وقع موقف استباقي للرئيس نبيه بري، معتذرا فيه من الجامعة العربية أن لبنان قاتل إسرائيل. حملة المواقف هذه تستكمل اليوم في كلمة مباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأولى ملامح هذا الخطاب ظهرت في كلمة عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، الذي قدم جردة حساب عن تاريخ العلاقات السعودية الإسرائيلية، والتي كان للبنان حصة كبيرة فيها من اعتداءات وحروب. إذن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أنه شرح للرئيس عون الظروف التي أحاطت باجتماع الجامعة العربية والقرار الصادر على المستوى الوزاري في شكوى صادرة من البحرين والسعودية. ولمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى الزميلة ليال سعد في قصر بعبدة. ليال؟ نعم ميشا، أبدأ بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي نقله وشدد عليه أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إذ أبلغ الرئيس عون الأمين العام أن لبنان ليس مسؤولا عن الصراعات الإقليمية والعربية التي تشهدها بعض الدول العربية، وهو لم يعتدي على أحد ولا يجوز بالتالي أن يدفع ثمن هذه الصراعات، خصوصا أنه دعا دائما إلى التضامن العربي ونبذ الخلافات وتوحيد الصفوف. وأكد عون أيضا أن لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها منذ عام 1978 حتى عام 2006 واستطاع تحرير أرضه، لكن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، ومن حق اللبنانيين أن يقاوموها ويحبطوا مخططاتها بكل الوسائل المتاحة. واعتبر عون أن لبنان لا يمكن أن يقبل بالإيحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، والموقف الذي اتخذه مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية أمس يعبر عن إرادة وطنية جامعة. وأيضا يعني عقب موقف الرئيس عون كان لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف هنا من قصر بعبدة، قال: شرحت للرئيس عون الظروف التي أطاحت باجتماع الجامعة العربية أمس والقرار الصادر عنه، ورصدت أمس لدى الجميع اهتماما بالتعبير عن تفهم التركيبة اللبنانية، وأشار أن للبنان خصوصية معينة الجميع يتفهمها، أي أن أحدا لا يريد أو يقبل أو يرغب في إلحاق الضرر بلبنان. وقال: إذا تضمن قرار الجامعة العربية مواقف طالت طرفا لبنانية فهذا ليس بأمر جديد. وأيضا يعني على هامش هذا اللقاء أشير فيما خص موضوع الاستقلال، وتحديدا عودة الرئيس الحريري ميشا، لأن
كان بحسب مصادر بعبدة ترجح أن يلتقي الرئيس عون أو أن يتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس عون قبل العرض العسكري. يعني هذه معلومات خاصة للجديد رجحتها مصادر القصر الجمهوري، ولكن بطبيعة الحال كل شيء متوقف إلى حين عودة الرئيس الحريري ولقاء الرئيس عون. أشير أيضا فيما خص يوم عيد الاستقلال، يعني تنجز كلمة يقوم الرئيس عون بكتابة كلمته وإنجازها التي سيطيها يوم عيد الاستقلال، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط العالقة التي ستستكمل وتنجز بشكل نهائي بعد لقاء الرئيس الحريري، أو يعني بحسب ما ستؤول إليه الأمور مع الرئيس الحريري. وبطبيعة الحال ميشا، مزيد من التفاصيل عن أجواء القصر الجمهوري اليوم في النشرة المسائية ميشا. وأيضا نستمع إلى تقرير، إلى عفوا تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب لقائه الرئيس عون. لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في الحق الضرر بلبنان، بمعنى أنه لبنان له طبيعة خاصة وتركيبة خاصة وخصوصية، وبالتالي الجميع يعترف بهذا. وإذا كان القرار يتضمن بعض المواقف فيما يتعلق بطرف لبناني فهو ده ليس بالأمر الجديد، هو شيء موجود بقاله أكثر من سنتين أيضا. ولكن حتى الإشارة إلى الحكومة اللبنانية هي جاءت في إشارة إلى المشاركة وليس المقصود بها لبنان كلبنان. هذا هي الرسالة اللي حبيت أنقلها لفخامة الرئيس، وأنه لا أحد يبغي الإضرار بلبنان ولا يمكن القبول بأن يكون لبنان مجالا للوضع. أنه تشكيل حكومة لبنانية جديدة أو استمرار أي وضع خاص بلبنان هذا شأن لبناني لا أتدخل فيه ولا يمكن أن أعلق عليه، بمعنى أنه الرئيس الحريري سوف يحضر إلى لبنان غدا، وهذا أمر يتعلق بالتركيبة اللبنانية ووضع القيادات والرئاسات اللبنانية. صاروخ باليستي هو ليس بصاروخ باليستي موجه للبنان، ولكن الأطراف العربية تلقت هذه الصواريخ البالستية وبالتحديد المملكة السعودية، وهذا هو سبب الغضب السعودي. شكرا للزميلة ليال سعد، كانت معنا مباشرة من قصر بعبدة. ومن بعبدة إلى عين التين وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي كان قد علق على قرار الجامعة العربية ضد المقاومة في لبنان على صفحته على فيسبوك بالقول: شكرا وعذرا، الشكر لله وعذرا أننا في لبنان قاتلنا إسرائيل. وللاطلاع على أجواء زيارة أبو الغيط عين التين تنضم إلينا من هناك الزميلة رواند أبو خزام لوضع في آخر المستجدات. رواند، كيف كانت زيارة أبو الغيط إلى عين التينة؟ ميشا، هذه الزيارة أتت بعد يوم أو أقل من 24 ساعة تحديدا من الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية العرب، وذلك للبحث في التهديدات الإيرانية على الدول العربية. وأيضا نتج عن هذا الاجتماع الاستثنائي تصريح أو بيان ختامي جاء فيه أن هذا البيان كان فيه موقف إدانة لإيران وأذرع إيران في المنطقة كما جاء في هذا البيان. هذا الموقف الصادر عن جامعة الدول العربية أثار كثيرا من المواقف، أولها موقف إيراني قال أن هذا البيان هو من دون قيمة، وأيضا جاء رد من الرئيس نبيه بري بأن هذا البيان أيضا بما معناه أنه قال عذرا وشكرا، شكرا للخير
الخالق فقط لله فقط، وعذرا لجامعة الدول العربية لأننا في لبنان قاومنا إسرائيل. إذا في هذه الزيارة ميشا كان للأمين العام لجامعة الدول العربية توضيح بأن ليس لبنان هو المستهدف وإنما شق محدد في لبنان، وهنا إشارة إلى أن حزب الله، وكما ذكر في البيان أنه حزب إرهابي أو منظمة إرهابية، وهذا ما ندد به كل تقريبا الأفرقاء السياسيين في لبنان. وأيضا عن موقف الرئيس بري الذي قال فيه شكرا وعذرا، رد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه آت من دولة لطالما حاربت إسرائيل منذ عقود، لذلك هو يقف مع الرئيس نبيه بري ولا يريد أن يعقب على هذا الكلام بأي كلام إضافي. وأيضا شدد هذا أن هذا البيان هو مرتبط بالشأن الإيراني وتأثيره على الدول العربية، ولا دخل للبنان فيه كما ذكرت إلا من شق حزب الله، وهو ليس بالموقف الأول الذي ينتج عن الجامعة جامعة الدول العربية بأن حزب الله هو إرهابي، ولكن هناك إعادة لهذا التصنيف من قبل جامعة الدول العربية، وتحديدا بعد أن طلبت السعودية اجتماع استثنائي وكان قد عقد بالأمس للبحث في التهديدات الإيرانية، وكان من ضمن هذه التهديدات إشارة إلى أن لإيران الذروع في المنطقة، وتحديدا تم تسمية حزب الله، وكان هناك أيضا هجوم من قبل وزير الخارجية السعودي وأيضا وزير الخارجية البحريني في افتتاحية القمة أو افتتاحية الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب، ووجهوا وصوبوا الأسهم باتجاه حزب الله بأنها منظمة إرهابية وتساهم في زعزعة الاستقرار في بعض الدول العربية. نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. لا أحد يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب، ولا يمكن أن نتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب. هي الإشارة تأتي في سياق أنه أحد شركاء الحكم متهم بهذا، وبالتالي أتصور لأن نحن في الجامعة العربية مجرد انعكاس للإرادة العربية أو للاجتماع الوزاري، نحن في الجامعة العربية نتصور أنها وسيلة لمطالبة، وسيلة ملتوية بشكل غير مباشر، مطالبة الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية بالتحدث إلى هذا الشريك وإقناعه بضبط أدائه وإيقاعه على الأرض العربية، وبما لا يؤدي إلى تحالف مع قوى غير عربية. وكانت الزميلة رواند أبو خزام قد أجرت مقابلة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش مشاركته في اجتماع الأسكوا. إيه ده؟ البيان الكتام لجامعة الدول العربية هل يساهم؟ ده مش بيان، ده قرار. هل يساهم بضرب استقرار لبنان وتحديدا بعد الظروف؟ بالتأكيد العكس إطلاقا. والقرار الصادر عن الاجتماع وكافة المناقشات كانت تستهدف تأمين لبنان وتجنيبه أي أخطار بالتأكيد. ولكن الظروف اللي عم بعيش فيها لبنان نتيجة استقالة رئيس الحكومة، هل هيدا القرار ما عم بيزيد من الأعباء عليه وعدم استقراره؟ الجميع يتنبه، أثق أن الجميع يتنبه إلى حساسية الوضع اللبناني، وأثق أن الجميع يتفهم التركيبة اللبنانية والخصوصية اللبنانية، ولا يسعى ولا يجب أن يسمع ولا يمكن أن تسمح الجامعة العربية لنفسها أو لأي طرف أن ينشر الخلاف أو يعني يعكر
التوافق اللبناني الداخلي. اليوم محاولة إدانة الحكومة اللبنانية، هل يوجد إدانة للحكومة اللبنانية على الإطلاق؟ ولا حاولنا ولم يحدث هذا على الإطلاق. هناك تركيز على طرف محدد، وهذه ليست بقصة جديدة. الموقف الجامعة سبق أن اتخذ هذا الموقف سابقا ومنذ أكثر من عامين. اليوم بوقت أن الأمم المتحدة ما بتقول عن حزب الله منظمة إرهابية، أنتوا ومجلس الأمن عم بتقولوا عن حزب الله. أنا لا أقول، الجامعة العربية هي تجميع لإرادات الدول، وبالتالي هذا موقف تبنته الجامعة العربية منذ فترة وتمسك به، وبالتالي كأمين عام لهذه الجامعة مجرد انعكاس لهذا الموقف. اليوم الصاروخ الباليستي اللي استدعى هذا اللقاء الاستثنائي، هل وضع اليمن رح يكون بأهمية الصاروخ الباليستي وأيضا وضع فلسطين؟ مش فاهم يعني. يعني رح تجتمعوا اجتماع استثنائي كرمال حل الوضع باليمن وأيضا البحث فيه؟ ممكن جدا، وارد جدا أنه تعقد اجتماعات أيضا لمعالجة مشاكل إقليمية وأزمات إقليمية، ممكن جدا. شكرا. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن مصر ترحب بزيارة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في أي وقت، لكن لم يتم تحديد موعد لزيارته حتى الآن، قائلا أن هذه الأخبار غير صحيحة، خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور قبرص اليوم الاثنين. وكان المكتب الإعلامي للحريري قد ذكر في بيان أنه سيزور مصر الثلاثاء للقاء السيسي. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق يهاجم المملكة العربية السعودية، واصفا تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل بالخطيئة الكبرى التي لا تغتفر. إن أطنان القرارات من الجامعة العربية لا تستطيع أن تغير مثقال ذرة من مواقف المقاومة، ولن تقدم ولن تؤخر، وسنكمل مسار الانتصارات، لأن العبرة في الميدان وليس في الكلام. لهم الكلام والتحريض ولنا الانتصارات في البوكمال ودير الزور وحميمة، وإنه لانتصار كبير تحقق اليوم للمقاومة وحلفاء المقاومة بتحرير آخر معقل من معاقل داعش. حزب الله والحلفاء استطاعوا أن يكسروا إرادة ترامب عندما أسقطنا المكمل، ولبنان لن يكون ساحة مستباحة للفتنة، ولبنان سيبقى عصيا على كل الذين يريدون أن ينالوا من كرامته والسيادة والحرية. وزير الصناعة حسين الحش حسن يتهم المملكة العربية السعودية بالسعي لإثارة الفتنة والانقسام في لبنان بعد سقوط مشاريع المملكة في المنطقة. هل الإرهاب والتكفير المصدر فكرا من السعودية هل يعد خدمة للشعوب وتنمية للشعوب؟ هل تدمير اليمن هو خدمة للشعب اليمني؟ هل الكوليرا والمجاعة هي خدمة للشعب اليمني؟ هل التكفير هو خدمة للشعوب الإسلامية؟ هل الفكر الضال التكفيري الإرهابي هو خدمة للشعوب الإسلامية؟ فلازم تنقال الأمور. على كل حال، أصبحت الأمور واضحة، ولولا المصالح المرتبطة بالنفط وعقود النفط وعقود السلاح لكان وضع حكام السعودية أمام العالم مختلفا، ولكن مصالح الحكام في الغرب المالية والاقتصادية وشركات النفط وشركات السلاح هي التي تمنع ما يسمى بالرأي العام العالمي والضمير العالمي
ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي عن يسكتوا عن كل ما يجري من جرائم في اليمن. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل جبران باسيل يطلق النداء الأخير. أهلا بكم من جديد. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في مقابلة مع صحيفة الحياة أن الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة الرئيس سعد الحريري أدت إلى تحويلات من الليرة إلى الدولار ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه، مشيرا إلى أن موجودات المصرف بالعملات الأجنبية بلغت نحو 43 مليار دولار كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق. وقال سلامي للحياة أن الأزمة السياسية تؤثر نفسيا في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان ساهم في تهدئة الأسواق، مؤكدا أنها ليست مشكلة في السيولة وأن الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها. حالة من الهدوء الحذر في عين الحلوة، وقائد القوى المشتركة العقيد بسام السعد يؤكد عدم السماح لعودة مسلسل الاغتيالات وتشكيل لجنة تحقيق. عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة بعد جريمة اغتيال الفلسطيني محمود أحمد حجير في سوق الخضر والحادث الأمني الذي وقع بين حيي الطيرة والرأس الأحمر، وقد عاودت المدارس التابعة لوكالة الأنروا فتح أبوابها. قائد القوى المشتركة الفلسطينية في المخيم أكد أن لجنة التحقيق بدأت عملها لكشف الجنات. بدأت على أن تستدعي كل من هو شاهد أو سمع أو يعني رأى، وسنعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المخيم والجوار اللبناني، وهذا الأمر نحن لدينا الإجماع الوطني الفلسطيني من أجل إظهار الحق إن شاء الله. وأكد السعد عدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المخيم تحت أي ظرف كان. أكد رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أن مصلحة لبنان هي باستقراره ووحدته وتحييد نفسه عن صراعات المنطقة، ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى أن تسحب نفسها من صراعات المنطقة وتعود إلى لبنان والدستور والدولة والشراكة. كلام معوض جاء في خلال مهرجان نظمته حركة الاستقلال في سيدني وحضره حشد من المسؤولين الأستراليين واللبنانيين، وتطرق إلى أهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية. ما عم بطلب دعمكم بهالانتخابات لتكريس مشاريع شخصية أو زعامة تقليدية لبنانية. عم بطلب دعمكم تننقذ نحن وياكم لبنان ونساهم بتغيير المفاهيم يلي وصلت بلدنا لهون، وتنبني نحن وياكم لبنان يلي منطمح لإله، لبنان يلي ضحوا من أجله جدودنا وأهلنا ويلي دفعوا ثمن الدم من أجله، لبنان يلي بيستاهلوا الشعب اللبناني وبيستاهلوا أولادنا. عند منتصف الليلة تنتهي عملية تسجيل المنتشرين اللبنانيين للانتخابات النيابية المقبلة، وفي هذا الإطار تذكر وزارة الخارجية المنتشرين اللبنانيين بضرورة الإسراع في التسجيل قبل انتهاء الوقت في البعثات الدبلوماسية اللبنانية وعلى الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. لكل اللبنانيين عايشين خارج لبنان، دعيناكم وشجعناكم كتير لتتسجلوا وتصوتوا وتمارسوا حقكم بالانتخابات النيابية بأيار 2018. بس هالنداء لكم هو الأخير، لأنه ساعات قليلة باقية قدامكم لتتسجلوا قبل ما تخلص المهلة بحسب القانون بمنتصف ليل التنين 20 تشرين الثاني بتوقيت لبنان. عجلوا ولحقوا حالكم وما تضيعوا هالفرصة بأنكم تصوتوا من خارج لبنان. ما تخافوا يروح حقكم بالتصويت إذا ما فتح ألم اقتراع محل ما أنتم، لأنه القانون فرض يكون في 200 ناخر مسجل تيفتح الألم. منطمنكم أنه حقكم ما هيضيع، لأنه يا بتصوتوا بأقرب ألم فاتح قريب عليكم أو بتصوتوا بلبنان مثل ما كان قبل. لكل اللبنانيين المقيمين، قولوا لأهلنا المنتشرين إنه هيدي فرصة لتساهموا ببناء لبنان يلي بتحلموا فيه، لبنان يلي تركتوه بس ما شلتوه من قلبكم، هو اليوم ما نساكم
واجا لعندكم لتشاركوا بقراره من محل ما انتو ولتكونوا جزء من مشروع بنيه. ما تخافوا، ما تتفرجوا، ما تندموا، تسجلوا وشاركوا وغيروا. بعد الفاصل ملاعب التنس تودع نوفوتنا. أهلا بكم من جديد. نقل الإعلام الحربي مشاهد من حضور الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يوم الأحد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وهو الذي قاد بنفسه معركة تحرير المدينة التي حسمت ظهر الأحد بإحكام سيطرة الجيش السوري وحلفائه من الحرس الثوري وحزب الله والفاطميون والزينبيون والحيدريون على المدينة بشكل كامل عقب مواجهات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي. ادنا على الخنادق وندر الصناديق. لا 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 في شيء على بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه في الرياض مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف مستجدات الأحداث في الساحة السورية. وافق رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على شروط التنحي ووضع مسودة خطاب استقالة بحسب ما نقلت قناة CNN عن مصادر مطلعة، وأضافت أن موغابي وزوجته حصلا على حصانة كاملة بموجب اتفاق الاستقالة بعد مفاوضات مع الجيش الذي استلم السلطة في البلاد. وفاة لاعبة التنس التشيكية يانا نوفوتنا. صدم محبو رياضة التنس بخبر وفاة لاعبة التنس التشيكية المعتزلة يانا نوفوتنا بطلة ويمبلدن 98 عن عمر ناهز 49 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وبحسب موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات فإن نوفوتنا التي دخلت قاعة مشاهير التنس عام 2005 أسلمت الروح بسلام بعد معركة طويلة مع السرطان وسط أفراد أسرتها في بلادها جمهورية التشيك. 16 لقبا في الزوجي والزوجي المختلط في البطولات الأربع الكبرى نجحت نوفوتنا بحصدها على مدار 14 عاما، فبلغت حصيلتها الإجمالية 24 لقبا في الفردي و76 لقبا في الزوجي. كذلك حصدت يانا لقبها الوحيد في الفردي في البطولات الكبرى في ويمبلدن عام 98 بعد هزيمتها في نهائي البطولة مرتين في عامي 93 و97. ومن أبرز الجوائز التي حصدتها ثلاث ميداليات أولمبية، كما كانت ضمن تشكيلة منتخب تشيكوسلوفاكيا الفائز بكأس الاتحاد لفرق السيدات في تشكيلة منتخب تشيكوسلوفاكيا الفائز بكأس الاتحاد لفرق السيدات عام 88. ولعل من أبرز اللحظات التي لا تنسى يوم انفجرت اللاعبة التشيكية باكية بعد خسارتها في نهائي البطولة الكبرى أمام الألمانية ستيفي غراف عام 93، بينما حاولت دوقة بريطانيا مواساتها فحصدت بذلك تعاطفا جماهيريا واسع النطاق. وكان في النشرة أبو الغيط في لبنان شارحا موقف الجامعة العربية. لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في الحق الضرر بلبنان. بري شاكرا ومعتذرا. حزب الله يفتح ملف العلاقات السعودية الإسرائيلية. إن أطنان القرارات من الجامعة العربية لا تستطيع أن تغير مثقال ذرة من مواقف المقاومة. وموغابي ينصاع للجيش ويقبل التنحي. أسانتي.
النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.